افتتحت بفضاء برج دار البارود بطنجة فعاليات الدورة 23 للمهرجان الوطني للفيلم التي ينظمها المركز السينمائي المغربي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. حفل افتتاح هذه الدورة شهد حضور العديد من محبي وعشاق الفن السابع إلى جانب ثلة من الفنانين المعروفين في الساحة الفنية الوطنية. هذه السنة السينما المغربية عرفوا على تميز مهم جدا على الصعيد الدولي، ومجموعة ديال السينمائيات والسينمائيين جابوا لنا نتائج مهمة وحتى دي بخي على الصعيد الدولي. وفي هذا الإطار كان لابد أن حتى يعني يكون واحد مواكبة من طرف الوزارة والمركز السينمائي المغربي باش يكون واحد التنظيم اللي كيتجاوب مع انتظارات ديال الفنانات والفنانين. لهذا بدلنا التنظيم ديال هذا المهرجان، لأن الاعتراف الدولي مهم ولكن أعتبر أن الاعتراف الوطني أهم بكثير. دورة هذه السنة من المهرجان تميزت بتنظيم عدد من المسابقات، من بينها مسابقة فيلم المدارس الموجهة لطلبة المعاهد السينمائية الوطنية. هذه أول مرة في تاريخ السينما المغربية التي تنظم فيها مسابقة لأفضل فيلم لطلبة معاهد السينما الوطنية، وهذا شيء رائع وأنا سعيد لهذا الجيل القادم لحمل المشعل. وجرى خلال هذا الحفل تكريم عدد من المخرجين وكتاب السيناريو عرفانا بالجهود والأعمال التي قدموها للسينما المغربية.